السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أحبائي في قناتكم إيكو جبيرة. كيما كتشوفوا المستوى الأول أنشطة اللغة العربية، المرحلة الأولى من نحن، مجال أول كيف أقدم نفسي، أسبوع الأول اليوم الثاني. أنا اسمي ندى، أنا اسمي مجد، وكل واحد في التلاميذ كيقدم نفسه كيقول أنا اسمي مثلا أحمد، أنا اسمي رضا، أنا اسمي رياض، أنا اسمي لينا، أنا اسمي حفصة، هكذا. الأدوات المدرسية والمقلمة والدفتر وأقلام ملونة، المحفظة، المدرسة خصنا نتعلموا هاد المعجمات، خصو يكون حافظ صافي. التلميذ ديالك دابا انت في الدار، الابن ديالك خصو يكون عارف هادو، هذا هو المعجم ديالو. دفتر، مقلمة، أدوات مدرسية، أقلام ملونة، محفظة، مدرسة. استماع والتحدث، مراد يحب الحيوانات كثيرا، لديه قطة وكلب وضفدع صغير مشاغب اسمه دودو. صباح يوم الاثنين بينما مراد يستعد للذهاب إلى المدرسة، اختبأ دودو في المحفظة ودعا مراد والديه وحيواناته الظريفة وتوجه نحو المدرسة. عندما وصل استقبلته المعلمة بابتسامة دافئة، قدم مراد نفسه ثم جلس في مقعده يستمع للدرس. فجأة خرج دودو من المحفظة، قفز دودو فوق طاولة مروان فأسقط أقلامه الملونة، تدحرجت الأقلام في كل مكان في قاعة الدرس. قفز دودو مرة أخرى ليختبئ في سلة المهملات، لكنه أسقطها هي أيضا وتناثرت من الأوراق. بينما المعلمة سميرة تشرح الدرس، قفز الضفدع فوق مكتبها فاندهشت وأخذت تصرخ ماذا هذا؟ ماذا؟ كان الأطفال يضحكون وهم يشاهدون الضفدع يقفز من مكان آخر ومراد يحاول الإمساك به. أخيرا أمسك مراد بدودو واعتذر من معلمته، آسف معلمتي. ابتسمت المعلمة وقالت لديك ضفدع مشاغب يا مراد، في المرة القادمة حاول إبقاءه في المنزل. وهكذا بدأ مراد أول يوم له في المدرسة مع ضفدعه المشاغب الذي جعل القسم بكامله يضحك. شخصية الحكاية، الشخصية ديال الحكاية اللي كنت متسنى الحكاية، شكون الشخصيات؟ لدينا الشخصية الأولى هي مراد، ثم دودو، ثم معلمة، ثم الأطفال. شخصية الحكاية مراد، دودو، المعلمة، الأطفال. حرف الدال، نتعرف على حرف الدال. الدال يكتب هكذا، دال، حرف الدال. ننصت، دفتر. إذا كان حرف الدال نرفع أصبعنا إلى الأعلى، إذا كان لا نقول لا. دجاجة، د د دجاجة. أدوات، أد د دوات. دو دو دمية. دو دب. دلفين، دلفين. هدي دي دي هدية. أشير إصبعي إلى الأسفل استعمال الإصبع الكسرة. دي دي درهم. دي دي أصدقاء. مد د سكون، مدرسة. نشير إلى السكون بجمع الأصابع هكذا كما ترون في الصورة. جد ين. دب، درهم. جد ين،
أدوات. أدوات دال مع الفتحة دا، تكتب هكذا. دمية الدال مع الضمة دو، تكتب هكذا. درهم الدال مع الكسرة دي، تكتب هكذا. جدي الدال مع السكون د، يكتب هكذا. إذن هكذا مع جميع الحركات، دا دو دي د. تدربوا على الدمج، د دا دي دو. خاص الابن ديالك ولا البنت ديالك تقراهم هكذا، تولي عارفهم في جميع المواقع مهما اختلفت مكانها. تمرينات تمرينات يا أولاد يا بنات. أنا اسمي عائشة وسأبدأ معكم هيا تمرينات منعشة حركات رياضية. ألمس رأسي والكتفين والساقين إذن ما حصة الكتابة، حرف الدال مع الفتحة تعلموا نكتبه كذلك. هنا الألواح نرفع الألواح ديالنا، الدال بالضمة دو نكتبها كذلك في الألواح، ثم الدال بالكسرة نكتبها في الألواح هكذا دي، الدال بالسكون كذلك نكتبها كذا في الألواح، نكتبه في الدفتر ديالنا. اختتام الحصة، لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمنا باللايك. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء، إلى الحصة القادمة.